غالبا في العالم أناس قليلون عملوا أعمال كثيرة وكبيرة، لكن أول امتياز هؤلاء أنهم كانوا يفهمون كيف يتصرفون. بالنسبة إلى مجلة الإخوة، علينا أن نعرف أن أحد هؤلاء الأفراد الجالسين بإمكانه أن يخرج بنفسه وحده مجلة، وبإمكانه أن يخرج 5 مجلات، وبإمكانه أن يخرج 100 مجلة، وبإمكانه أن يخرج 1000 مجلة وجريدة، وبإمكانه أن يخرج 2000 جريدة ومجلة. الآن موجود في العالم الغربي رجل يسمى بملك الصحافة، هو وحده يملك في العالم 2000 جريدة ومجلة وحده، وهو الآن حي واسمه معروف. كيف تمكن هذا الرجل الواحد أن يخرج 2000 مجلة وجريدة في العالم؟ لأنه كان يعرف كيف يسلك الطريق. الإنسان إذا كان رفيع الهمة يصل إلى ما يصبو إليه، على شرط أن يعرف الطريق، وإلا ذاك الإنسان هم إنسان واحد. هذا الرجل الذي يسمى بملك الصحافة، وفي يوم من الأيام كان إنسان عادي مثل الإخوة، يعني هم أناس عاديون، لكن عرف كيف يتصرف، كيف يخرج المال، كيف يرتبط بالجرائد والمجلات، كيف يستخدم، كيف يعمل، كيف ينشر، كيف يستثمر، كيف يعطي آراء. وتصوروا فرد واحد يملك 2000 جريدة ومجلة، أي قدر من شلال الفكر يتمكن أن يصده على العالم، لأن في اللسان قليل أن يقول الإنسان 2000 جريدة ومجلة. واحد آخر أكو في ألمانيا، قرأت في الكويت حول ذاك، يقول على أنه هذا يملك مؤسسات صحفية، جرائد ومجلات، يقول بالشهر يخرج هذا الرجل 60 مليون جريدة ومجلة، يعني أعداد. أما بالنسبة إلى الرجل الأول وهو الذي يملك 2000 جريدة ومجلة، لا أعلم كم العدد لأنه مكتوب ما قرأت. أما بالنسبة إلى الرجل الثاني الذي هو في ألمانيا، والرجل الأول كان في بريطانيا وموجود إلى الآن في بريطانيا، هذا الموجود في ألمانيا بالشهر يخرج 60 مليون نسخة من الجرائد والمجلات المتنوعة. كيف تمكن هذا الرجل؟ هذا إنسان أيضا. وقرأت عن قريب أن في أمريكا أكو رجل يصدر مجلة أسبوعية، والمجلة تحتوي على 1200 من الصفحات، يعني كتاب من أضخم ما يكون. هاي مجلة، صفحات للاقتصاد، صفحات للسياسة، صفحات للتجارة، صفحات للزراعة، صفحات للسياسة الدولية. أسبوعيا يخرج مجلة، هذه المجلة تحتوي على 1200 من الصفحات.
أكو مجلة كنت أقرأها في العراق أنا، المختار من ريدرز دايجست. هاي المجلة قرأت أنا في أحد أعدادها أنها تصدر في كل شهر مجلة واحدة 36 مليون. الواقع الإنسان إذا رأى أعمال هؤلاء وعلم أنهم بشر وأنا أيضا بشر وما عملي، يجب عليه أن يخفي عمله خجلا من الاجتماع. بالهمة تكون كل هذه الأمور، لأن الإنسان بهمته يتمكن من الصعود. والإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: يطير المرء بهمته كما يطير الطائر بجناحيه. يعني كما أن الطائر يتمكن أن يطير بالجناحين، يتمكن أن يطير الإنسان بسبب الهمة. وهذه أمثلة أمامنا الآن في هذا الصدد. أول ما يحتاجه هذه الأمور التي ذكرناها، يحتاج إلى تعقل، يحتاج إلى التقشف في الحياة، لأن الإنسان لا يملك أنه يقدم عمله ويقدم مأكله وملبسه ومشربه ومنامه ومسكنه. يحتاج الإنسان يكون متقشف. شيء آخر يحتاج إلى أن الإنسان يذهب إلى بلاد الله العريضة الفسيحة الوسيعة، تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعقل وآداب وصحبة ماجد. فإن قيل في الأسفار ذل ومحنة وقطع الفيافي، جمع فيفاء، فيفاء معنى الصحراء، وقطع الفيافي وارتكاب شدائدي، فموت الفتى خير له من قيامه بدار هوان بين واش وحاسد. شو لازم يسافر؟ ومو لازم يسافر الإنسان في سيارات ضخمة أو في طائرات من القسم الأخير، وإنما الإنسان يسافر مشا على القدمين. الإنسان يسافر على الخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. الإنسان يسافر في السيارات الدرجة الثالث، يسافر في القطارات. ثم الإنسان مو لازم أنه يكون معه مادة ضخمة حتى يأكل، حتى الإنسان يأكل عشب الصحراء. موسى عليه الصلاة والسلام في الحديث أكو لما هرب من فرعون مد في الصحراء يأكل العشب فقط، وفي القرآن الحكيم: ففررت منكم لما خفتكم. مشي على القدمين في الصحراء وحده وحيدا فريدا ويأكل العشب لأن لا يوجد شيء آخر. هذا نبي الله موسى، والذي محبوب إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا كان يدعو الله تعالى الله يستجيب له. لكن أراد الأنبياء أن يعلمونا كيفية المثابرة والصبر والعمل وتحمل المشاق حتى نصل إلى مكان. فمن الضروري أن الإنسان لا يفكر في أني مثلا أذهب إلى البلد الفلاني لأخرج مجلة مثلا عالمية، لازم يكون عندي فلوس الطائرة وفلوس فندق هناك وفلوس كذا وفلوس كذا. لا، بل يفكر في أنه كيف يتمكن أن يطير بهمته كما يطير الطائر بجناحه. ثم الإنسان اللي يريد يعمل عمل كبير وكثير ومستمر يحتاج إلى صفات نفسية ومؤهلات ذاتية. عنده تواضع، مو مغرور، مو متكبر، مفكر، يلائم الناس، يدار الناس. حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لو وضع على شيء زانه، والخرق لو وضع على شيء شانه، يعني يسبب شينه. إنسان يكون رفيق. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول رأى أنه قد غارت عيناه
واصفر لونه من كثرة العبادة وهو هزيل جسما. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له: لماذا هذا الوضع الذي أشاهده منك؟ والحديث أنقله بمعنى طبعا. قال: يا رسول الله، من العبادة. قال له الرسول: يا هذا، إن الدين رفيق فأوغل فيه برفق، أوغل يعني أدخل، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. منبت الذي يسرع في مشي حتى ينقطع عن أصدقائه، يعني يركض متزايد. فإن المنبت لا أرضا قطع، لأن فرسخ يروح ويوقف بقى ما عاد يحل يمشي، ولا ظهرا أبقى، يعني ما أبقى ظهر جواده، لأن ظهر جواده يتفسر قام يمشي بي. يا هذا، إن الدين رفيق فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الإنسان لازم يكون رفيق، لازم يكون جامع الكلمة، لازم يكون عاقل، لازم يكون حكيم، لازم يكون مداري، وإلى آخره من الصفات النفسية التي تؤهل الإنسان للتقدم. وأنا في تجربتي القصيرة كلما رأيت من شخصيات بارزة، رأيت أول صفاتهم التعقل، الحلم، الصبر، الهدوء، السكينة، معالجة الأمور بالتي هي أحسن. ولذا دائما نحن نقول للأصدقاء: ملاك التقدم كلمتان، التوكل والتعقل. توكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الآية الكريمة هكذا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثم الإنسان يحتاج إلى أنه يعرف كيف يحصل المال من المجتمع، هذا أيضا معرفة. يعني أنك أمامك بحر، فيجب أن تعرف كيف تصيد من هذا البحر الأسماك. في ذات يوم أنا كنت على بحر الكويت، فلدي واحد أجى رجل كبير في السن، كل ما ألقى شصه في الماء ما صاد شيء، لعله ساعتين تقريبا. أنا أتمشى وأقعد كذا أو أقل من ساعتين، وإذا أجى فلدي ولد صغير لعله عمره 9 سنوات 10 سنوات الشكل، أعرف اللي هسه أعرف الولد هذا، ألقى شصه في الماء صاد سمك. حقيقة تعجبت أنا، أخذ السمك ذب على القاع، مرة ثانية ذب شصه في الماء صاد سمك ثاني، مرة ثالثة صاد سمك ثالث. أنا قلت شلون هالشكل فصيد سمك؟ قال: أنا أعرف وين أكو سمك في الماء. ذاك الشايب ما كان يعرف، على قول العراقيين غشيم، هو يروح يذب شصه في مكان اللي ماكو أسماك، مكان تجمع الأسماك أنا أعرفه. يعني في ظرف قليل قليل في الحقيقة يذب الشيص ويصيد سمك ويجيبه. فالمال في المجتمع مثل السمك في البحر، يجب على الإنسان أن يعرف كيف تمكن يصيد هذا المال، يعني أنه كيف يذهب، كيف يتكلم، كيف يضيف، كيف يأخذ أصدقاء جماعة معه، كيف يقسمون الأدوار، كيف يصدقون للناس في صرفهم المال. لأن الناس لا يؤمنون بالإنسان إلا إذا جربوا مرة وعشر مرات وعشرين مرة وخمسين مرة، ذات الوقت يطوا مال. قلت للناس إني أريد أطبع كتاب 1,000,000 كتاب مثلا، هذا يكلف مثلا أنه لنفرض 1,000,000 تومان. الناس الطوك إذا شافوا حقيقة تطابع 1,000,000 كتاب، بعد ذلك يطوك 1,000,000 ثاني 1,000,000 ثالث 1,000,000 رابع، مجلة هكذا، جريدة هكذا، كتيب هكذا، منشور هكذا. يعني الناس يجربون الإنسان هل هو صادق أو كاذب. أول الله يجربه في الآية الكريمة: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولا الادعاء كل إنسان يدعي،
الشاعر يقول: وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، إذا بجست دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. يعني كل شيء له شاهد، شاهد الإنسان الذي يحب أنه يبكي، أما الذي لا يحب يقول بلسانه لكن يبكي. إذا بجست دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. فما عرفت أخذ مال الناس لأجل المشاريع والتي منها الطباعة والمجلة والكتب، يحتاج أولا إلى معرفة كيفية الاستخراج، وثانيا للصدق للناس حتى الناس يعرفون أنه صادق فيطمئنون إليه. وفي كلام الإمام للمؤمن عليه الصلاة والسلام يقول: فلما عرف الله منا الصدق أنزل علينا النصر. كان في كربلاء عندنا حتى 15 مجلة شهرية، كل مدرسة تخرج مجلة، مجلة نداء الإسلام، مجلة الأخلاق والآداب، مجلة منابع الثقافة الإسلامية، مجلة مبادئ الإسلام، مجلة أعلام الشيعة، مجلة القرآن يهدي، مجلة صوت المبلغين، مجلة ذكريات المعصومين، إلى 15 مجلة. كل مجلة تخرجها إحدى المدارس الدينية الموجودة عندنا من مدارس الطلبة ومدارس الحفاظ، خرج مجلة. وكل هذه المجلات كانت على الناس، لأن الناس يشوفون الصوت كالتنفس. وازدهرت كربلاء ومشت فيها المجلات، لأن 15 مجلة من مدينة واحدة أمر زائد، لكن كانت واقعية. وكل مجلة تعالج شيء، مثلا مجلة الأخلاق والآداب تعالج الأخلاق والآداب، مجلة ذكريات المعصومين حول المعصومين عليهم الصلاة والسلام، مجلة أعلام الشيعة حول أعلام الشيعة العلماء البارزين من الشيعة، يعني كل عدد حول واحد، مجلة المنابع كل عدد كتاب حول موضوع إسلام، وإلى آخره. صوت المبلغين كان صوت للمبلغين، صوت الأثرة كان صوت للأئمة عليهم الصلاة والسلام، مبادئهم أخلاقياتهم آدابهم، صوت التوحيد أيضا مجلة، كانت 15 مجلة. فهذه المجلات الناس كانوا يشيلوها، الناس يعطون فلوس اشتراكات، لأنها مجلات متنوعة جميلة مؤدبة. من الضروري أن يكون الإنسان في قلمه وبيانه مؤدب حتى مع أعدائه. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن الحكيم، الله ينقل عن لسانه يقول: إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ما يقول أنا على حق وأنتم على باطل، يقول إما إحنا على حق وإما أنتم، إما إحنا على باطل وإما أنتم. شوف الكلام المنصف المؤدب: إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أنتم إذا فكرتوا هذا النوع من التفكير، وأنتم أصحاب مجلة، تفكير رواح، تفكير أخلاقيات، تفكير تأدب، تفكير كيفية أخذ الفلوس من الناس، كيفية ارتباط بالمجتمع، كيفية إخراج المجلة، في المستقبل تتمكنون أن يكون واحدكم عنده 2000 مجلة وجريدة. فرد قصة مشهورة، يقولون في فرد مكان كانت الملوكية انتخاباتية. يعني شنو ملوكية انتخاباتية؟ الملوكية العادية هي عبارة عن أن الملك إذا مات ورثه ولده أو ابن عمه، هاي ملوكية عادية. انتخابات رئاسة الجمهورية يعني كل 4 سنوات 5 سنوات أقل أكثر يتبدل الرئيس. أما الملكية الانتخابية معناه أنه إذا مات الملك ورثته لا يرثونه، وإنما الناس يجون من جديد ينتخبون ملك يبقى ملك ما دام الحياة، هاي تسمى ملكية انتخابية. فرد واحد إنسان عادي كان، هذا يفكر في أنه إذا مات الملك يصير هو الملك المستقبل. فشاف شنو الطريق؟ شاف أحسن طريق يجلب الناس حول نفسه.
فأعطى لهذا وأعطى لهذا وأكرم هذا وأكرم هذا وأحسن إلى هذا وأحسن إلى هذا وتواضع وأخلاقياته وهداياه وضيافاته حتى مات الملك، انتخذه الناس ملك. هذا الرجل اسمه فريدون. الشعر ينظم هذا الموضوع الكبير المعنى والصغير الحجم في بيتين. يقول إن فريدون لم يكن ملكا ملائكة السماء، ولم يكن بالعبير معجونا، هو من التراب، بقية البشر من التراب، هو معجون بالعبير والعطر. إن فريدون لم يكن ملكا ولم يكن بالعبير معجونا، جاد وأعطى فنال مرتبة، فجد وأعطي تكن فريدونا. يقول اسلك طريقه اتم فريدون. الناس لا أقرباء مع الحسن ولا أعداء مع السيء، وإنما يشوفون إنسان ملائم عاقل مفكر خدوم متعاون يلتفون حوله. فذاك الإنسان الذي يخرج بالشهر من المجلة الواحدة 36 مليون، أو يخرج مجلة أسبوعية 1200 صفحة في كم نسخة لا نعرف، وذلك الإنسان الذي في الشهر يخرج 60 مليون من نسخ جرائد ومجلات، وذاك الإنسان ملك الصحافة الذي يملك 2000 صحيفة، كل هذول هم فريدون. يعني ما كانوا أناس أطول منا طولا ولا أعرض عرضا ولا نازلين من السماء ولا جايين من تحت الأرض، وإنما هم بشر فكروا وعملوا وعملوا وفكروا وتعقلوا حتى ملكوا الزمام، لأن المجلات تملك الزمام. أنتوا نفس الأناس، جاد وأعطى فنال مرتبة، فجد وأعطي تكن فريدون. شو واضح؟ إني أتصور وأنصح أصدقائي، مو فقط أنتوا المجتمعون هنا الآن، وإنما كل الأصدقاء في الحقيقة الذين يحبون إنقاذ المسلمين من هذا التأخر القاتل وتوحيد بلاد الإسلام وإنزال حكم الله في بلاد الإسلام، هؤلاء أن يسلكوا طريق العلم ونشر الثقافة والفكر، لأن أول كل شيء هو الفكر والثقافة. إذا تمكننا أن نأخذ بزمام العلم والثقافة في المجتمع، يعني كان لنا مثلا 1000 مجلة وجريدة محترمة في العالم، تعلمون تقلب الأوضاع على صالح المسلم. وإذا لا، الأمريكيون والبريطانيون والفرنسيون والروسيون ومن في فلكهم هم المأخذون بالزمام بالأزمة، لأن الجرائد لهم، المجلات لهم، الإذاعات لهم، التلفزيونات لهم، الصحف لهم، المؤتمرات لهم. وكيف أولئك وصلوا؟ لأنهم تعقلوا وتفكروا، حتى إذا لم تكن لهم الآخرة صارت لهم الدنيا. الآن يعيشون في دنيا هنيئة مرفهة، ويستعمرون ويستثمرون وينهبون أموالنا ويقتلون أبناءنا، هذا الوضع المعروف بعد. ففي تصوري أنتم نعملوا لهذه الغاية، أما مجلة واحدة أو 5 مجلات والمجلة 10 صفحات أو 20 صفحة، هذا حسن لكن لا يصنع علاجا. أنت مثل أنه عندك فرد 10,000 ضيف وتقدم لهم قرصة خبز، قرصة خبز مزين لا شك فيه لأنه تنقذ إنسان عن الموت، لكن مو بالحجم المطلوب. بينما الإنسان بنفسه يتمكن أن يهيئ الطعام 10,000، وإنما الفرق نفسيته وإقدامه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم ويؤيدكم، وتتمكنون إن شاء الله تعالى من أن تروا أنفسكم في يوم ما، وهو يوم قريب بإذن الله سبحانه وتعالى، تملكون الصحافة العالمية الكبيرة المنقذة للمسلمين عن مشكلاتهم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.